الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فإنه يستحب للمسافر إن كان عليه دين أن يرده، فهو لا يدري هل سيعود أم لا، ويرد المظالم إلى أصحابها ويرد الودائع إلى أصحابها. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد الهجرة المباركة، ولأنها حق الغير، وهو مأمور بإيفاء الناس حقوقهم، ولا بد له من تجهيز الزاد، ويجب أن يكون حلالا طيبا، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: من كرم الرجل طيب زاده في سفره. قال أهل العلم: يجب تعجيل الخروج من المظالم التي ظلمها الناس بالسب أو بالفعل ولو بالتوكيل، يقول يا فلان رد لفلان كذا، ثم هو يذهب يجوز. الذي عليه مظالم كالذي ضرب إنسانا ظلما أو أكل مال إنسان ظلما في الدنيا فمات قبل أن يخرج من مظالم الناس ويتوب إلى الله، تؤخذ من حسناته هذه المظالم. المظلوم يوفى حقه من حسنات الذي ظلمه، أما إن سامحه الشخص فما عليه حرج. ورد في الصحيحين البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. معنى الحديث أن الذي ظلم أخاه في هذه الدنيا، أي ثبتت لأخيه عليه مظلمة، أي أكل ماله ظلما، قل ذلك المال أو كثر، فليتحلله في الدنيا، فإنه لا يكون في الآخرة دنانير ولا دراهم يستوفي المظلوم حقه بها، إنما يكون استيفاء الحقوق في الآخرة بأحد أمرين: إما أن يؤخذ من حسنات الذي ظلم أخاه فيعطى المظلوم هذه الحسنات، فإن ضاقت حسناته عن ذلك أي لم تسع مظالم الناس أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه فيقذف في النار. الله سبحانه وتعالى لا يهمل حق المظلوم، بل يوفيه حقه من حسناته، وإن لم تكن له حسنات تفي بحق المظلوم، تطرح عليه من سيئات المظلوم، ثم يكون جزاؤه أن يعذب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف.